التحية لكم وعلى بأسكم واستمراريتكم في التظاهر السلمي وإبراز صوتكم في هذه القرية، وأركز على هذا الجيل من أبناء الصغار الذين يشاركوننا الليلة في هذه المسيرة السلمية بعد انقضاء فترة الامتحانات وبدء عطلة الربيع. أنتم صغار تريدون أن تقضون العطلة في اللعب واللهو، ولكن لأنكم تعيشون في بلد تخافون على مستقبلكم إذا كبرتم فيه، لهذا تشاركون في هذه المسيرات السلمية لكي تغيروا واقع البلد الفاسد من تمييز وتجنيس وسرقات واستئثار بالسلطة والثروة. تريدون أن تكبروا وتلقون وظيفة لكم ومسكن لكم، وأن تكونوا أحرار في بلدكم، وأن لا يهجم أحد عليكم في منتصف الليل ليعتقلكم من منازلكم. لهذا عليكم أن تفهموا أننا في معركة طويلة مع هذه السلطة ومع هذا النظام الخليفي في البحرين. نحن شعب مسالم، لسنا إرهابيين ولا نستخدم العنف للتغيير. نخرج نهتف بحناجرنا، لا نعتدي على أحد، لا نكسر أي ممتلكات خاصة للناس. هم المرتزقة من يأتون إلى قرانا ليعتدون علينا. نريد أن نغير هذا الواقع الفاسد. عليكم أيها الصغار أن تفهموا أن عليكم مسؤوليتان. المسؤولية الأولى أن تهتموا بدراستكم، لأن السلطة تريد أن تجعل من شعب البحرين ومن طلاب شعب البحرين شعب جاهل غير متعلم، وتجيب المرتزقة من الأردن وسوريا واليمن وباكستان وتعطيهم الوظائف ويخلونكم بعدين عاطلين عن العمل. احنا ما نبغى يوصل هذا الجيل إذا كبر ويعيش هذه المأساة اللي نعيشها احنا في جيلنا. نحط ايدنا بايدكم، كل جيل عليه مسؤولية انه لازم يفهم ان اذا التغيير في البحرين ما راح يجي الا بتضحيات الجميع، نساء، رجال، كبار، صغار. اوصيكم ايها الاحبة الصغار بالسلمية، لانها هي السلاح الاقوى مع هذه السلطة. ثانيا اطالبكم ان دائما ان تقرأوا. إذا سمعتم مصطلح ثورة، حكومة منتخبة، وزير، برلمان، اسألوا الكبار ماذا يعني البرلمان، ماذا تعني حكومة، ماذا تعني كلمة مرتزقة. كلمات تسمعونها في الشارع في الخطب، اسألوا، اقرأوا، روحوا جوجل، روحوا في الانترنت وكتبوا مثلا حكومة منتخبة، كتبوا برلمان كامل الصلاحة، كتبوا دستور. نبى جيل واعي يطلع يفهم كل هالمعاني، نفتخر فيهم. احنا الطبالة اذا تقول لهم حكومة منتخبة ما يفهمون، تقول له برلمان كامل الصلاحية يقول اكو عندنا برلمان، وهذا برلمان مثلا معين ما يوفي بالغرض. احنا ان شاء الله 14 فبراير قادم، تعرفون هذا التاريخ اللي انطلقت فيه الثورة. كتبوا، جيبوا لكم دفتر ابو 60 ورقة ابو 100 ورقة وكتبوا هالتواريخ. 14 فبراير 2011 انطلقت الثورة 14 في البحرين، ثورة اللؤلؤ. في تاريخ 17 فبراير قمعونا واحنا نايمين في الدوار في الليل، تاريخ 17 فبراير. بتاريخ 21 فبراير رجعنا الى الدوار مرة ثانية. في هالتاريخ سقط الشهيد عبد الرضا ابو حميد. كل شيء كتبوا تواريخ الثورة، باكر انتم اولادكم بتعلمونهم ان احنا عشنا في ثورة وطنية شاركنا فيها، في هالتاريخ كذا كذا صار. 14 فبراير لابد نهيئ انفسنا اليه. كل واحد شنو بيشارك؟ شنو دورك في هاليوم؟ شنو دورك في 14 فبراير؟ انا اطالب الناس اللي ما يقدر يشارك في اي فعالية يمكن اكبر من حجمه
تتذكرون فعالية اللحظة الحاسمة اللي كنا قعدنا عند بيوتنا عتباتنا فسفست حب وشاي وقعدوا سوالف يطوفون علينا الشغب احنا قاعدين عند بيتنا 14 فبراير اذا ما تقدر تشارك في اي فعالية يدعي لها الائتلاف يدعو اليها تدعو لها الجمعيات لو تقعد تتظاهر عند باب بيتك بس هذا التاريخ لا يمر عليك وانت قاعد في بيتك او قاعد طالع تلفزيون او قاعد تلعب كورة هذا يوم صار يوم مقدس عند شعب البحرين 14 فبراير يعني الكل يعني فكروا من الحين وش بنسوي في هذا اليوم يمكن تكون صغار واحنا بنطلع مسيرة اطفال بنحط شريط لاصق على بوزنا احتجاج في هذا اليوم على كبت حرية التعبير في البحرين رسالة من أطفال هذه القرية إن ما في حرية تعبير في البحرين بنحط لاصق على بوزنا ما بنرفع شعار بس ساكتين بيجي يصورونا إن هاي ليش ساكين بوزهم رسالة يفهمونها الغرب إن هذه الدولة تقمع الحريات 14 فبراير مهم إليكم انتون الصغار بعد لأن ميلاد الحرية والكرامة في هاليوم ولازم نحيي نجدد الثورة في هذا اليوم بيصير في إضراب بيصير في تعطيل عن المدارس بيصير المهم نتكاتف ما نقول هم وش بيسهم القرى الثانية فعالية بروحهم لا احنا نتكامل كل القرى في البحرين على صوت واحد فعالية واحدة وكل واحد وإمكانياته يمكن أنا أقدر أروح المنامة أتظاهر في يوم 14 غيري ما يقدر بس هل معناته أنه يقعد في البيت يطلع في قريته على الشارع العام اللي ما يقدر يطلع في الشارع عنده في تويتر عنده في الفيسبوك عنده في الانستغرام المهم يحس أنه مشارك في الثورة باكر إذا كبر يقول أنا شاركت أنا ما كنت متفرج أنا ما كنت نايم في البيت باكر بتفتخر أنك صنعت هذه الثورة نفس الحين اللي في ناس باقي من الحرب العالمية الثانية في اليابان أو أمريكا يقول هذا شارك في الحرب العالمية الثانية في الأربعينات انت عقب 20 سنة 15 سنة بتقول لأولادك إذا كبرتوا إن شاء الله أنا شاركت في ثورة 14 فبراير بتقولها بفخر لأنها غيرت واقع البلد مسؤولية عليكم كبيرة وأحييكم مرة ثانية هالقرية وأم بكم كل مسيرة تطلعون في هالقرية مو شرط يجي ناشط مو شرط يجي نادر عبد الامام او يجي سيد يوسف المحافظه او نبيل رجب او الا انتم بروحكم لازم عليكم مسؤوليه تبون تغيرون تطلعون بروحكم لما يصير دعوه من القريه نساء رجال كبار اطلعوا هذا واجب على كل القريه انا ساعات انا بيتي في جد حاص بس لما يقول في دعوه اجي وساعات حتى لو ما ادري في مسيره اسال في مسيره الليله في اي قريه اروح اشارك لان احس القعده في البيت انا انسان ما قاعد اسوي شيء ناس قدمت أرواح شهداء ماتت ناس موجودة في السجن وأنا مو معقول أن أمارس حياتي الطبيعية أوكي أروح الشغل أقعد يا أولادي أطلع بس لازم أعطي الثورة جزء من وقتي وانتون المطلوب منكم في القرية يكون لكم مسيرة الليلة الساعة 7:30 تطلعون مسج واحد يطلعكم شارك فلان ما شارك فلان انتون لازم تطلعون وأنا شارك قبل هالليلة كان حضور أقوى في هذه القرية أتمنى الدعوة الجاية وشارككم إن شاء الله وأنا عند وعد تتذكرون في عيد ميلاد نبي رجب شنو وعدكم إن شاء الله أول ما يفرج على الأستاذ نبي رجب أقول له إن قرية القرية أول قرية قامت عيد ميلاد لك يا نبي رجب وتستحق زيارتها كأول قرية بس يعني عودوا روحكم على الخروج في المسيرة من غير ما يجيكم ضيف من برا صمود صمود اشوف ايدكم علامه النصر في ملاحظه الاخوه يقول الكل صمود ما نرفع هذا واحنا كنا صمود ما تتعب ايدنا ها الشغب المرتزق يتعب ويحمل الشوزه لكن ايدنا ما تتعب هذه هاي تبط كبدهم هذه تغيظهم على كل اللي سووه فينا قتلونا وسجنونا وكل شيء سووه فينا وبعدنا نبتسم ونقول لهم بعدنا صمود ها اللي احب اقول لكم احبائي لما نطلع في اي قريه زين احيانا نامن من سلامه المسيره اللي بتطلع نسكر بعض الطرقات لان هذا لين همج يجون بالاجاب يقتحمون القريه ويدهسوننا
فإحنا نتمنى من كل قرية أهاليها يتعاونون مع الشباب في تسكير الشوارع لسلامة أبناء القرية. بعد ما تنتهي الفعالية أنا أعرف أن الشباب ما يقصون بروحهم يفتحون الشارع وخلون، بس أنا أطلب من الشباب بعد لما تشوفون أحد من أي من الأهالي معصب شوي بيروح نكون مرنين إياه، نقول له ما عليه تفضل افتحوا ليه وردوا سكروا، لا تدشون في شجارات مع الأهالي أو اللي بيطلعون. زين بارك الله فيكم، خليكم عندكم روحية وأخلاق ونفس طويل في التعامل، هاي أخلاق. وشكرا لكم وشكرا لكم، وأشوف صمود فوق. يسقط حمد، يسقط حمد.